آه يا زينب يا الله. يقولون صباح يوم الحادي عشر أتوا بالنياق الهزال أرادوا أن يركبون بنات الرسالة، فقال الإمام زين العابدين لا، إن نساءنا يركبن بعضهن بعضا. هنا ركبت النساء ما عدا زينب وأم كلثوم. أم كلثوم قالت أخي زينب فلتركبي أنت أولا. قالت لها أخي إذا أنا ركبت في من الذي يركبك؟ أنا رايحة لابن والدي لابن أمي. أنا رايحة لعباس قاعد وركبت فوق زند وقل لها حسيناه يا وقلنا الحرم طاحت بشدة أخوي حملي وقع يا غلي سند يا حملي وقع يا غلي أطفال الحسين مثل هاي الليالي تصيح أيوا حسينا. الآن على قعدتكم نطفع لطمة خفيفة ثلاث دقات بصوت حزين أيوا حسينا ويا صوت أطفال الحسين أيوا حسينا أيوا حسينا أيوا حسينا أيوا حسينا وياي أيوا حسينا أيوا حسينا أيوا حسينا هل يا نبي الطاف أعظم مصيبة هل يا نبي الطاف أعظم مصيبة مذبوح لي حسين زينب غريبة مذبوح لي حسين زينب غريبة أيوا حسينا أيوا حسينا أيوا حسينا أيوا حسينا أيوا هل يا العباس على الغبر ناري هل
جيت وصاير هاي المسيرة وقاسم والأكبر فوق الوطية وقاسم والأكبر فوق الوطية أيوة حسينة صيح أيوة أيوة فسار ندورات أيوة